تجديد دعمنا لاستمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه في هبته الشعبية السلمية والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها إلى غاية تحقيق مطالبه. ثانياً، تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحاً على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سبباً في الأزمة الحالية أو طرفاً فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية. ثالثاً، التأكيد على موقف فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الداعي إلى تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك. وعليه فإننا نبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش ليوم الأربعاء 24 أبريل 2019. رابعا، التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد. دعوة النيابة العامة بضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد وفقاً لما يقتضيه القانون.